دكتور أندريا زكي واحد من أبرز وأهم الشخصيات العامة اللي موجودة في مصر. أنا أصفه بالشخصية العامة لأنه شخصية شديدة التأثير وشخصية شديدة النشاط وشخصية شديدة الحصافة والحكمة دائما بالمناسبة. والنهاردة تم إعلان فوز الدكتور أندريا زكي برئاسة الطائفة الإنجيلية. ألف 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 مبروك يا دكتور أندريا. شكرا يا أستاذ يوسف، شكرا جزيلا. إزاي حضرتك أولا؟ أنا كويس الحمد لله. وطمنا على الصحة. لا كله بخير الحمد لله. كله بخير والحمد لله، كله دايما يبقى بخير. يعني أنا الحقيقة وأنا بهني حضرتك ودي تهنئة من قلبي بشكل شخصي، وأعتقد أنها تهنئة أيضا واجبة من جموع المصريين، لأنه إحنا كلنا دائما ما يعني نلمس الحكمة والحصافة الدائمة في كلمات وفي تعاملات وفي تصرفات الدكتور أندريا زكي. شكرا يا أستاذ يوسف، شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور، مهم عندي ان احنا حتى ولو نلقي ضوء وان كان بمنتهى الاختصار باعتبار ان دي مكالمة تليفون، على الدور المهم اللي بتلعبه الكنيسة الإنجيلية في مصر، سواء اذا كان في رفع الوعي او في مسألة ارساء الوئام ما بين الطوائف المختلفة والشرائح المختلفة في المجتمع المصري. احنا طبعا عندنا اهتمام شديد بأهمية دور الكنيسة وعلاقتها بالمجتمع، وإن واحدة من أهم ملامح هذا الدور هو بناء الجسور مع المجتمع. وبناء الجسور بيتعدد عبر عدة وسائل، منها عدد من المؤسسات التعليمية اللي لدى الكنيسة الإنجيلية وتقدم تعليم على مستوى متميز. صحيح. أو الهيئات الاجتماعية زي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وعلاقتها ببرامج التنمية والتوعية ومشاركتها في المبادرات الرئاسية الهامة اللي في المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر، أو أن الكنيسة المحلية نفسها في المجتمع تهتم ببناء الجسور والتواصل مع المجتمع وخدمته. جزء كبير من اهتمامنا هو بناء الجسور وخدمة المجتمع ككل، سواء عبر الكنيسة نفسها أو عبر المؤسسات التابعة لها. عظيم جدا. دور الكنيسة الإنجيلية في مصر وعلاقتها بالمصريين أيضا في الخارج وما بين قوسين أيضا في المهجر يا دكتور. دي واحدة من القضايا المهمة بالنسبة لنا، لأن احنا علاقتنا مش بس بالمصريين في المهجر، ولكن علاقتنا بالإنجليين سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية من الأوروبيين والأمريكان نفسهم. فاحنا مع المصريين اللي موجودين في أوروبا والولايات المتحدة ومع الأمريكان والأوروبيين نفسهم بنهتم في بناء الجسور والتواصل معهم، وبنحاول باستمرار أن يبقى في نوع من نقل الحقيقة المهمة عن ما يحدث في مصر، لأنه لاحظنا في العشر سنوات الأخيرة في بعض الصور النمطية السلبية أو بعض الأمور المنقولة لا تمثل الحقيقة في مجتمعاتنا. مصر بها نموذج مهم للعيش المشترك، مصر دولة تتقدم بشكل غير مسبوق. صحيح التحديات موجودة في كل مكان طبعا، والمشكلات موجودة في كل مكان، ولكن في إنجاز بيتم على أرض الواقع وبالذات في العلاقات الإسلامية المسيحية بين المصريين، في تطور مهم جدا في هذا المجال. فإحنا جزء من رسالتنا أن نتواصل مع هذه المجتمعات وبننقل الصورة اللي احنا شايفينها حقيقية ومهمة بالنسبة لنا، وده دور احنا بنقوم به ومستمرين بالقيام به بإذن الله دايما بكل توفيق وبكل نجاح. وأتمنى نلتقي بحضرتك قريب يا دكتور، ويعني يبقى وقتك متسع لينا في ظل انشغالك الدائم. شكرا أستاذ يوسف عليا في أي وقت. ربنا يخليك يا دكتور. كل الشكر للقس الدكتور أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية. ألف 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 شكر على حاجات كتير.